يقدم مركز نوماس عدة دورات، منها دورة أداب المجلس، دورة السباحة، ودورة الرماية، ودورة ركوب الخيل وركوب الهجن، ودورة الرزيف، ودورة المقناص، ودورة عد القصيد. طبعاً والحمد لله الآن افتتحنا مركز نوماس للفتيات، ويقدم المركز عدة دورات، منها دورة الخياطة، دورة الفوالة، دورة أداب المقعد، دورة السباحة والرماية، وأيضاً دورة ركوب الخيل. دورة الخياطة يتعلمون البنات الكور والإبرة، يتعلمون كيف الخياطة، كيف تركب زرار، مثلاً لو أبوها انقطع زرار ثوبة تركبه هي، أشياء بسيطة تسوي، مثلاً خرج تسوي أمور بسيطة في الخياطة، يعلمونها مبادئ الخياطة وأيضاً استخدام الصوف، فهذه أساسيات، بس منها البنت تقدر تنطلق وتعمل أمور ثانية تتطور فيها. طبعاً الدورة هذه لها عدة أهداف وأيضاً فيها قيم. الدورة ممكن أن أيضاً تربط في روابط أسرية بينهم، لو أخوها مثلاً طاح زرار ثوبة هي بتخيطة، لو يبغى مثلاً خرج عشان بيروح مقناص أو شيء تقول له أنا بسوي لك وهي تسويه، وأيضاً له قيمة عند أخوها لأنها هي أختها اللي مسويتها، فهذه الأمور يعني فيها أكثر روابط بين الأسرة. أنا بنصح الأهالي صراحة أنهم يشجعون بناتهم يدخلون هذه الدورة. الدورة هاي راح تعلمها هي نفسها تعمل شغلات لها هي، تجد أنها أمور كثيرة تحتاجها، تنتظر حد يسوي لها أو تروح يعني محل مشغل أو كذا، مع الوقت هي بتتعلم وبتصير هي تسوي أشغالها بنفسها. يا هلا ومرحبا، هلا بنياتنا، هلا والله. مستعدين اليوم المرحلة الأولى؟ أيوة. أوكي تفضل معي. إحنا في مركز نوماس عندنا عدة دورات، ومن ضمن هذه الدورات هي دورة الخياطة. في عدة مدربات، وأنا من المدربات اللي في الكور إبرة، ومن ضمنهم الخياطة. دورة الخياطة مقسومة إلى ثلاث مراحل، الأولى نظري والثانية تطبيقية، والثالثة بتكون في مسابقة بسيطة وفي جائزة من قناة الريان. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وغلا، مرحبتين، حياكم الله. يا هلا يا مرحبا، تفضلوا حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا، حياكم، حيا الله بناتي، يا هلا ويا مرحبا. سجلت في مركز نوماس عشان أتعلم الخياطة، وهدفي إن لو طاح زرار أبوي ولا أخوي أقدر أركبه، ولو طاح طقطق من عبايتي أقدر أركبه لي. أنا دخلت نوماس عشان أتعلم الخياطة وأطرز وأسوي شنطة عشان لما أكبر أسوي هالأشياء حقي. حبايبي اليوم نورتونا بوجودكم، اليوم بشرح لكم في الدورة الأساسية هي دورة كور وإبرة، بنعلمكم الأدوات. أهم شيء في الدورة في عندنا القيم، عندنا القيم الدينية والأخلاقية والنظامية والثقافية. الدينية أن أنتم سلمتوا كنتوا السلام عليكم، وأنا رديت عليكم السلام، أول ما بتدي بقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاقية النظام، الاحترام، الترتيب، يعني ألتزم بهذا الشيء. في ثانية بعد قيم أن أنا أحافظ على الأمن والسلام، أهم شيء هو الأمن والسلام. الكور إبرة هذه اللي أدرب البنات فيه، وهو الأساس، لأن المرأة القطرية لازم يكون عندها خلفية عن الخياطة. أهم شيء أن النظام والترتيب والاحترام في هذه الدورة. الحين بعرفكم على الأدوات اللي نستخدمها في الخياطة. أول شيء الأبر، عندنا أنواع الأبر، وفي بعد عندنا هنا نوع من الأبر، هذه يسمونها المسلة حق بيت الشعر، الميبر حق الأشياء، الخلق الثقيل، الخيشة، خلق السواحلي، خلق الخيمة، لأنه يكون أبر أصغر. هذه اللي أنا بستخدمها هي الإبرة الصغيرة، الإبرة الصغيرة هذه تستخدم حق الخياطة. من أدوات الأمن والسلامة إن عقب أنا ما أخلص من الخياطة أحطها هني في الإسفنج، مرميها على الأرض
سبحان الله ندش في يوهنش احطها هنا. نفس الشيء الامن والسلام لما اخلص من الابره اذا ما عندي هاي الاسفنج احط الابره على طول احطها في الكور على طول. المرحله الاولى تتكلم عن ادوات الخياطه والامن والسلامه والترتيب والنظام. هذه من اول ما اتكلم عن الامن والسلامه ان احنا البنت نحط عندها اسفنج ونتخلص من الابره. يعني الابره شيء حاد وخطر على طول تحطه في الاسفنج. المقص تستخدم المقصات اللي على قد سنها. عندي انواع الكيران البريسم الوان الزري مش موجود عندنا هنا عندنا بعد الزري عندنا القطن عندنا الوشيعه. المقصات المقص يعني انا كطفله صغيره ما استخدم المقص الصغير الحاد استخدم المقصات العاديه عشان احافظ على الامن والسلامه. عندي هذه المكره نحط فيها الخيوط انواع الخيوط نحط فيها. عندنا المكراهه حق الخياطه يعني الاول كانوا يخيطون بالابره عقب شوي تطور الزمن صار نزلت الماكينه هذه يسمونها ناس مكراهه او ناس يسمونها ماكينه. عندنا الطقطق نفس الشيء نستخدمه انواع. عندنا الكشتبان بعد نستخدمه هذه انواع الخياطه. شوفوا شلون الحين انا حطيت صفيت كل شيء منظم ومرتب. عندي هاي العلبه وانتم كرام حق الزباله احط فيها الخيوط الشيء بدل ما اخليه حوسه عندي يكون اشياء مرتبه. من اللي تحب عنده تسأل أي سؤال؟ خالتي ليش استعمل الكشتبانة؟ هذه حبيبتي الكشتبانة أحطه في صبعي وأنا أخيط بدل ما تضرب الإبرة في صبعي وتنجرح يطلع الدم كنت تضرب الإبرة في الكشتبان. هذه من أمن من الأمن والسلامة من أشياء نستخدم الكشتبان. بعد من عندها سؤال؟ خالتي مو صح قبل كانوا يقولوا حق المقص يلم؟ اي حبيبتي كانوا يقولون حق المقص يلم وفي بعد مصطلحات قديمه كنا احنا نستخدمها مثلا عندك الدروازه مالت الباب الفرخه باب الصغير كنا نسميه الفرخه صك الباب صك الفرخه نفس الشيء نسميه اليلم عقب الحين ولا مقص. الحين انا بسالكم سؤال وابيكم تجاوبون عليه. عندنا هذه انواع الابر قلت لكم المسله المبرد هذه انواعها فتحتها كبيره اقدر انا اشكل خيط. لما نوصل حق الابره مالت الخياطه في نسوان يعني كبار في السن وكان الاول ما عندنا نظارات ولا شيء شلون نشك فيها؟ شلون ندخل الخيط في الابره؟ يلا نستخدم النظامه. اي شاطره حبيبي بعد يعني نستخدم النظامه هذه حبايب ونكون حق ونكون حق الواحده اللي يكون نظرها خفيف ولا شيء تستخدم هذا الشيء في شكل الابره. ليش سموها النظامه؟ سموها النظامه يا حبيبتي لانها شوفي شلون شكلها مثل المثلث. لما انا ادخل الخيط فيها اضمها اضمهم على بعض اثنين وادخله في راس الابره من الشكل يطلع لي الخيط من جهه ثانيه سموها النظامه. الحين حبايبي خلصنا من المرحله الاولى وهي نظري وان شاء الله المرحله الثانيه بيكون تطبيقي والمرحله الثالثه بيكون فيها مسابقه من قناه الريان وجائزه تشجيعيه. تفضلوا الحين حبايبي خلصنا ونشوفكم ان شاء الله في المرحله الثانيه. حياكم الله حياكم الله حبايبي حياكم. يلا انا خلصت المرحله الاولى وخطري اروح المرحله الثانيه وخطري امسك الكور والابره واستفيد من الدوره. طبعا انا خلصت المرحله الثانيه هي التطبيق وكانت سهله جدا وممتعه واستمتعت فيها وانا متحمسه للمسابقه المرحله الثالثه. هلا ومرحبا. هلا والله. السلام عليكم. شلونك يما؟ شو اخبارك حبيبتي؟ شلونك حبيبتي؟ شلونك شيخه؟ شلونك حبيبتي؟ يا هلا ومرحبا. هلا ببناتنا. هلا والله. تفضلوا. مستعدين نبدا المرحله الثانيه؟ اليوم ان شاء الله حمسك الورشه التطبيقيه للخياطه حطبق مع البنات السراجه. احنا كن مثل ما نسميها الشلاله بالاسم القديم بالاضافه لكيفيه تركيب الازرار والطقطق للطالبات. طبعا هذه ينفع الطالبات في لو موقف محرج جاهم في وقت مزعه شيله مزعه عبايه لها مزعه فستان على طول بطريقه الشلاله بسرعه بتخيطها.
الزرار تركب. طبعا احنا كنا دائما نشجع البنات ونقول لو انقطع زرار الوالد او الاخوك او غيره بسهوله تركب لهم. طبعا الطالبات وايد يفرحون ان يقدمون هالخدمه حق ابهاتهم او اخوانهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم بناتي؟ اخباركم عقب الورشه الاولى استانستوا فيها؟ اي انزين. اليوم حنطبخ اللي درسنا وتعلمنا. خلصنا المرحلة الأولى واليوم مرحلة التطبيق، وأنا وايد متحمسة عشان أمسك الإبرة وأخيط. أنا متحمسة لدورة الخياطة عشان من خلال دورة الخياطة أعرف أسوي شناط وأعرف إني أسوي أزرة وعارفة أركب قطع إذا انقطعت. أنتوا طبعاً قالت لكم خالتكم أم عبد الله إنه تدرسون السراجة، وأنا عشان سهلت لكم العملية قسمت لكم الخط اللي حتمشون عليه وحتدخلون وتطلعون الإبرة عليها. حتتوزعون القطع عليكم، كل واحد تأخذ لها قطعة وتمشي. بعد العملية بعد ما تأخذين عندك الكور عندك الإبر، هتاخذين لك إبرة وخيط. تفضلوا يما تفضلوا. سموا. لما نقول سمو شو نقول؟ سم الله عدوك. سم الله عدوك. انت ممكن تدخلين الخيط بالابره عادي اذا عندك تقدرين، بس ان خالتك ام محمد ما تقدر تدخل عادي، فايش تبين؟ شو تسميه؟ اللظامه. نسمي اللظامه وندخل اللظامه في فتحه الابره. أحياناً تجينا الطالبة ما تكون ماسكة الإبرة، حتى شلون تدخل الخيط بالإبرة ما تكون فاهمة، فلما نجي نعلمها تكون شيء جديد بالنسبة لها فتشعر بحماس. الإبرة إذا ما تستخدمينها وين نحطها؟ في القطن اللي قدامنا أو المساقة للأمن والسلامة. تدخل شلون تدخل الإبرة، شلون تشبكها، شلون تبتدي تعملها. عندنا طالبات من الورشات السابقة جداً أبدعوا في عملية السراجة. في البداية كنت متوترة، ومع توجيهات خالتي المدربة توضحت الأمور وعرفت شلون أمسك الإبرة وأخيط. ناخذ خيط ما نطول ولا نقصر وايد. في مثل عندنا شعبي يقول إذا كنت خياط بصير تاخذ الخيط القصير، وإذا كنت خياط هبيل تاخذ الخيط الطويل. ليش طويل؟ لأن لو طويل وانت تخيطين بتشربك الخيط. الحين نربط مرة ثانية الخيط. يلا تشوفي ناخذ الطرف واللف خلاص، وبعدين ندز على الخيط نطلعه. طبعا إذا ما يطلع ساعدك بالدج الثانية ونسحب. يلا أشوفكم كلكم سووا لي هالعملية. أيوة عدل، بس سحبي سحبي. واضحة حبيبتي خلصتي يما؟ انتوا طبعا عندكم القطعة، شوفي أمي
انتي حتبتدي من تحت. هنبتدي الخيط، خذي القطعة من وراء وحتدخلينها على أول نقطة عندك في الخياطة من تحت حتاخذين. خلصنا أول عمل وخلاص حتبتدين تخيطين. المسألة سهلة، تدخلين في جهة وتطلعين في الجهة الثانية. عايشة فديتك بدأت. كفوا عليهم بنياتي. سنعات لاحظي العملية. شوفي أمي، شوفي ايش بسوي، شلون بربط الخيط عشان ما ينفلت. شوفوا، حدخل قطعة صغيرة في الإبرة في القماش، لحطيها وحاجيب الخيط وحلفه حوالين الإبرة مرتين وأسحب عملية ربط. الحين خلصت من الإبرة، ما أحطها على الطاولة لأنها ممكن تطيح، وتطيح وتدخل، والإبرة وايد خطر تدخل في الجسم، ترى تمشي مع الدم، فعلى طول الإبرة تنحط في مكانها، يا أما في الإسفنج اللي موجودة عندك أو تمسكين الكور وتدخلينها على طول. المرحلة الثانية يمه حناخد التطبيق الثاني، تركبين الزرار الطقطق، الزرار والطقطق، الزرار والطقطق. إذا خذيتي الزرار بأربع فتحات حتعملين عملية إكس في الخياط. طبعاً حتحطين القماش وحتدخلين الخيط من وراء. لاحظي هني عينك عندي وتدخلين إكس يعني في الجهة المقابلة، وبعدين نفس العملية في الجهة الثانية. الطقطق شيء ثاني، انت لو فتحتي الطقطق حتلقين جزئين. لحظي، جزء فيه حفرة والجزء الثاني النتو. شلون ركب الزرار؟ مهم جدا لما تيين تركبين المقابلة تكون بهالشكل. هي التركيبة نفس الفكرة، وتدخلين، ومهم جدا المقابلة هني، يعني نفس على نفس الامتداد عشان السكر. الحين نطبق الموضوع. عافية عافية على بناتي صنعات. تعلمنا في المرحلة الثانية للتطبيق للبنات كيفية استخدام الإبرة مع الخيط في تركيب الخيط، قفل الخيط من وراء، ثم عمل السراجة أو كما نسميها احنا هني الشلالة. كما تعرف البنات وتعرفوا في تركيب الأزرار والطقطق، طبعا هذا مثل ما قلنا من قبل ينفعهم في حياتهم ويسهل كثير من الأمور إليها وإنقاذ أي موقف محرج ممكن تتعرض له الطالبة. الحين أمي بناتي شفنا شلون طبقنا الزرار وشلون الطقطق وشلون سوينا الإسراجة. أبي في البيت إذا ممكن أشوف تطبيقاتكم وتجيبون لي قطعة من عندكم، طبعا من اللي في البيت، ما نروح نجيب شيء من برا، ونطبق الزرار وتبوني تروني اياه. باقي المرحلة الثالثة او التطبيق الثالث حيكون ان شاء الله كتطبيق لكم كمسابقة، نروينا مهاراتكم، حنسوي شيء عملي تستفيدون منه وتطبقون اللي درستوه.
البنات طبعا في اول مره خصن ما كان مسموح لهم استخدام الابره تركيبه الازرار، فكانوا شويه مرتبكين، لكن لما تعرفوا على العمليه بالضبط بداوا يشتغلون، وان شاء الله نشوف تطبيقاتهم في المرحله الثالثه للمسابقه اللي حيعملونها ان شاء الله. يلا يما الله يحفظكم. يما قبل لا نطلع كل شيء يرجع مكانه. احنا بالمرحلة الثالثة وهي تعتبر مرحلة تطبيقية واختبار للطالبات، نعمل لهم مسابقة بحيث تطبق ثلاث المراحل اللي تعلمتها، اولا الاسراجة ثم تركيب الطقطق ثم عندها الخيار في تزيين المزنط. انا في المرحلة الثالثة في المسابقة، ان شاء الله تكون سهلة عشان افوز. طبعا في هذه المسابقة في المرحلة الثالثة، واللي بيفوز فيها ان شاء الله حتكون له جائزة من قناة الريان. من بعد المرحلة الثانية رجعت البيت قعدت اتدرب، بس انا متوترة شوية من المسابقة، وان شاء الله افوز. ان شاء الله يكونون هم مستعدين، احنا هيئناهم في السابق وعطناهم قلنا لهم تدربوا في البيت، وشوف ان جميع الطالبات تقريبا قالوا هم مستعدين وتمرنوا في البيت، والتوفيق من الله ان شاء الله. هلا بهناتي، شلونكم حبايبي؟ تفضلوا يما، تفضلوا. بناتي تدربتوا في البيت حق المرحلة الثالثة؟ شنو هي المرحلة الثالثة؟ المسابقة. المسابقة احنا اتفقنا على ان حنسوي المزنط اللي اسمه عندكم شو يسمونه الحين؟ الجوكر. حتسوون جوكر، كل واحدة حتختار اللي تبيه من الأدوات وحتشتغل عليه. طبعا حتطبقين كل شيء تعلمتيه في الورشة الثانية، وحنقيم طبعا الطالبة على نظافة القطعة، على جماليتها، على مردة مهارتها في تدخيل الإبرة وتركيب الأزرار. يلا نبتدي. شيخة عندك العلبة هذه، اختاري اللي تبين من التزيين ومرريها على اختك، واضحة؟ شوفي دخلتي لبة. يلا دخلي الإبرة شوف. شو تدورين يما؟ ديكور أبيض. تبين كور أبيض؟ كل واحدة تخلي شغلها قدامها، وتقومون تفضلوا وروحوا تحت في المقعد لين نقيم هذه، وبنجي بنعطيكم النتائج. تفضلوا حبايبي، في حفظ الله. الله يحفظكم، رعاكم.
السلام عليكم. هلا بناتي، ما شاء الله عليكم، انتم بنات مبدعات، فنانات في الشغل، كلكم اعتبركم فايزات، كلكم من احلى البنات واجمل البنات اللي مروا علي في الشغل، في الادب، في الاخلاق. صدق انتم سنعات، خذيتوا اسم السنعه كلهم. احنا قلنا قبل المسابقه ان احنا عايزين نطبق 5 اشياء في المسابقه: السراجه، الامن والسلامه، النظافه، تركيب الازرار، والديزاين النهائي. الامن والسلامه والنظافه ما شاء الله عليكم سنعات، مكانكم وايد نظيف وايد حلو، الديزاينات وايد حلوه. في عملية الإسراجة هي واحدة بس سوت الإسراجة، يعني أنتوا في 5 ما سووا الإسراجة، واحدة هي اللي سوت الإسراجة. في عندي عايشة بقعد أقول لك حركتك وايد حلوة لما غطيتي الزر من ورا بالقطعة، قوتيها صارت وايد حلوة. لكن اللي طبقت 5 المبادئ واللي فايزة اللي هي أسم الكواري. بوسوها، يلا بوسيها. أنا قلت حق أمي إذا عادي أخذ هاي البروش معاي عشان ألبسها، وقالت أمي إيه يعني ممكن ليش لا، وخذته معاي. وعقب يوم خلصت المزنب شفت إنه بيكون حلو لو حطيت بروش، فحطيت البروش وخليته هناك. انا مستانسه وايد اني فزت هاي الجائزه، وما اقدر انطر لما اوصل البيت عشان افتحها.